اجمع العينة من الموقع الفعلي للعدوى قدر الإمكان when never possible، يعني عندما يكون متاحا، ودائما نسعى لهذا الشغلة انه اجمع العينة قبل اعطاء العلاج. collect the specimen prior to the administration of antibiotic، قبل ما نعطي العلاج بنجمع العينة، لأنه لو أعطينا العلاج وجمعنا العينة ممكن يكون في تثبيط لأن النمو وبالتالي تطلع النتيجة نيجاتيف. يبقى النقطة الثانية اجمع العينة قبل وصف العلاج. رقم ثلاثة تجنب تلوث العينة بالسوائل والأنسجة المجاورة. تجنب تلوث العينة بالأنسجة و أو السوائل المجاورة. واحد عنده جرح وملتهب ما تاخدش من الجلد الجنبه لأنه نورمال فلورا حتكون موجودة، وبالتالي انت حتين مع المزرعة للنورمال فلورا وتوصف علاجه هو ما بدوش إياه. واضح؟ طيب رقم أربعة اجمع العينة في الوقت المثالي، يعني وقت الشكوى والعدوى. ايش؟ مهم بيجي هذا الاسئله بتيجي صح وغلط واختيار متعدد، اذكر يقول لك اذكر اربعه من البيزك انستركشن تبعت جمع العينات. طيب رقم خمسه اجمع العينه بمقدار كافي، ما تقولش نقطه دم او نقطتين بول. تمام؟ والله انا لمست اللوز يدوب تاتش منفعش. تمام؟ لازم تكون العينه ممثلة وكافية لعملية الزراعة، وحنشوف كمان شوية انه في البلاط بقول لك والله في الادلت بدك من 5 ل 10 مل، الا الصغار من 1 ل 3 او من 1 ل 2، وبالتالي لازم يكون في حجم للعينة مناسب. رقم ستة اجمع العينة في الوعاء المناسب. عينة مزرعة بدي انمي ميكروب مسبب للمرض، يبقى العينه او الوعاء لازم يكون ايش؟ استيرال معقم، وعشان ما يتلوث ايش لازم يكون محكم الغلط. يبقى يوز ابروبريت كوليكت ديفايس ساتش از استيرال ليك بروف كونتينر. من الصوت اجمع العينه في الوعاء والاداه المناسبه، مثال على ذلك اللي هو وعاء معقم ومحكم الغلق. رقم سبعة عرف العينة على الأقل معرفين للشخص، اسمه ثلاثي. تمام؟ مثلا رقمه في المستشفى، رقم سجله، رقم الهوية، تاريخ الميلاد. هذه المعرفات يجب أن تكتب على العينة. رقم ثمانية علم او عرف العينة بموقعها، لانه في كتير عينات تتشابه، يعني واحد جايب مثلا عينة من الدان عينتين، طب انت هذه العينة يمين ولا شمال؟ وهذه عينة يمين ولا شمال؟ بدك تكتب الاسم، رقم الهوية، هذه ليفت اير الاذن الشمال مثلا الاذن اليمين، بدك تكتب على العينة عينة يورين لانه البول ممكن يتشابه مع البادي فلويد اللي هي السيرس فلويد. تمام؟ لانه عمليه ترشيح كلاهما، وان كان الفن المختبر قادر انه يفرق بيناتهم، لكن الاصل انه تنكتب مكان العينه. بص سواب بعت له مسحه، طب هذه المسحه لايش؟ لوز ولا بص ولا سيرجيكال ووند؟ ايش نوعها المسحه؟ وبالتالي يجب ان يكتب مصدر المسحه والعينه على العينة. قلل الوقت النقل قدر الإمكان. عندي عينة يورين، والله بدي أنقلها خلال ساعة. خلال ساعة وقت النقل. ما تاخدش والله 8 ساعات عندي وبعدين أروح أنقلها. تمام؟ حتغير. إذا كان مضطر لعملية النقل بعد وقت في عندك حلين. تمام؟ يا إما بتحط السواب في ترانسبورت ميديم وسط ناقل. وبالتالي هذا بيعتبر محافظ على الميكروب بحيث انه لا يموت ولا يتكاثر
يزيد عدده فوق الحاجة اللي مطلوبة عليها. أو إذا كانت مثلا عينة يورين ممكن تحطيها في الثلاجة، لأنه التبريد بيثبط نمو البكتيريا، فحطلها بنفس العدد سواء كانت infectious أو contamination. يبقى العينات إذا بديش أنقلها immediately حانيا بشكل سريع، إذا كانت عينة يورين بحطها في الثلاجة، عينة سواب مسحة وبدالها بحطها في transport media وسط ناقل. رقم 10، يجب أن يتم تنظيف وتعقيم الجلد إذا كان هذا التعقيم شيء ضروري أثناء جمع العينة، يعني عينات البلط وعينات CSF، تمام، سائل النخاع الشوكي وعينات الدم، يجب أن يعقم الجلد بأنتيسيبتيك ريجنت كحول معيود، تمام. وحنيجي نشوف البروسيجر بشكل كامل. طيب، أول نوع من عينات المزارع ثروت كالتشر، اللي هي مسحة إيش؟ الحلق. مسحة الحلق بدك تستخدم سواب ستيرل معقمة، سواب ستيرل معقمة إنها ترانسبورت ديفايس، وتنقلها في وسط ناقل is ideal for collection، وهو الجمع المثالي للعينة. نقطة اللي فوق، استيرال داكرون تيبد سواب، هذا نوع المسحة داكرون، يعني اللي هو قطن بس ما بتحللش وبينفك منها، من نوع داكرون، واستيرال معقم، وتحطها في ترانسبورت ديفايس وسط ناقل، هو أفضل وسيلة لجمع العينة. طريقة الجمع، بخافض اللسان، بنخفض اللسان اللي هو التانك ديبريسور، وبيتم المرور بالسواب من فوق اللسان بشكل سريع طبعا، على أساس أنه عملية خفض اللسان ودخول السواب ممكن تحفز الشخص لعملية التقيؤ، فأنت بتكون سريع في عملية جمع العينة، وبالسواب بتروح فوق العينة من غير ما تلامس اللسان أو الجدار تبع الفم، مباشرة على التونسل، تعمل اللوز، تعمل مسحة. إذا كان في أكسديت يعني إفرازات صديدية بيضاء، يجب أن يتم شملها في العينة، واضح؟ وبتشمل كل العينة. إذا كان في إفرازات صديدية على اللوز اللي هم يسموها فولوكولار تونسل، اللي هو بيكون فيه تجمعات صديدية، لازم تأخذها برضو كجزء في المسحة، تمام؟ هذا بالنسبة لمين؟ للثروت. السبيوتم اللي هو كالتشر مزرعة البلغم، وهذا في الغالب تطلب للالتهابات الرئوية، البلغم اللي هو السكريشن تبعت الجهاز التنفسي في التريكة في القصبة الهوائية. An early morning sputum is recommended، العينة يجب أن تكون صباحية، وبما أنه صباحية يعني لازم يكون fasting، صايم مش ماكل ولا إشي. early morning الصبح، الصباح الباكر أول ما يصحى من النوم، عشان يكون fasting صايم، لأنه طول الليل بكون حلقه جاف، تمام، ما فيش أكل، وبالتالي فيش contamination للعينة ببكتيريا جاياله من الأكل أو جاياله من البيئة المحيطة، عشان بقول لك first morning عشان تكون ممثلة للميكروب إذا كان موجود، تمام. يبقى في early morning الصباح الباكر، فاستنج لازم يكون صايم. أعطي التعليمات للمريض بأنه يجيب العينة with deep cough، أنا ما بدي السلايفة، إحنا بدناش إيش؟ السلايفة اللي هو اللعاب اللي هي عفوا البزقة العادية، بدناش، إحنا بدنا deep cough، كحة عميقة تجيب الإفرازات اللي موجودة وين؟ في التريكيا، في القصبة الهوائية، ولما بدي يشيلها بدي يعمل فبيفتح تمه وبيش بكح كحة عميقة بحيث انه يطلع هذا البلغم من دون ملامسة السلايفة والجدار. طبعا انت مش حتكون مع المريض، انت بتعطيه التوجيهات وتقول له روح جيب العينة في الحمام، على اساس لو انه صار معي اي حدث ثاني ما يكونش لوث المكان كله، واضح؟ فالتعليمات هذه بتعطيها للمريض ديب كف من دون اختلاط مع سلايفة قدر الامكان،
تمام. انا ما بدي عينة اللعاب، بدي السبيوتم الصادر من لتريك يعني. وبناء على هذه التعليمات ما تعطلوش انت انبوبة فوهتها ضيقة، لازم يكون الوعاء واسع الفوه عشان لما تطلع العينة تكون في المكان اللي هو في الوعاء، وهذا الوعاء بده يكون فيه له غطاء. بعد ما تجمع العينة اللي حجمها بيكون من 5 مل الى 10 مل تقريبا، بتغطي الوعاء اللي جمع فيه وبتحطه في كيس مكتوب عليه بايو هازارد، عينة بيولوجية خطرة، عينة بيولوجية خطرة، لأنه ممكن تكون تحتوي على السل الرئوي، السل الرئوي عينة وبائية معدية وقاتلة، واضح؟ يبقى ماشي، بس انت عبين ما تعطيه العلاج ممكن يكون مات، وخصوصا مين؟ الناس الكبار في السن اللي عندهم مشاكل رئوية بيموتوا، هذا حتى لو اعطيته علاج. نفس الشيء دائما الناس اللي عندهم امراض مزمنة هم ناقصين مناعة، فأي حاجة بتأثر فيهم، فما بالك مرض زي التي بي. ايش فيه اليوم؟ مش لاقين لي اليوم؟ طب استنوا كمان نص ساعة وبعدين كشفوا زي ما بدكم. طيب تاني التعليمات بالنسبة لعينة سبيوتم: فيرست مورنينج فاستنج وايد ماوث كونتينر، عينة من 5 إلى 10 مل توضع في كيس ايش ماله؟ بايو هازر، تمام، وترسل الى المختبر. العينة اللي بعديها اليورين، طبعا نفس الشيء العينة اليورين في الوضع الطبيعي، في الظروف الطبيعية اليورين يعتبر استيرال، لكن في الوضع الغير طبيعي ممكن يصير كونتامينيتد، تمام، انه يصير تلوث فيه وبالتالي يصير حالة ايش؟ مرضية. The lower part of the urethra and genitalia are normally colonized by bacteria. واحنا قلنا انه النورمال فلورا بتعيش في المناطق الخارجية للجهاز البولي، وهذه النورمال فلورا اذا دخلت للداخل ممكن تعمل التهاب. طيب العينة بدها تكون clean catch midstream. clean catch يعني تجمع الجزء النظيف من العينة وهو وسط البول، اول البول بدناش اياه لانه مختلط مع النورمال فلورا، واخره برضه لانه بيكون تدفقه قليل فبكون مش ممثل، تمام، فوسط البول هو افضل عينه لمزرعه البول، تمام. قبلها بيسبقها انه انت تنظف، توصل المريض انه ينظف منطقه خروج البول جيدا من النورمال فلورا عشان نقلل النورمال فلورا، بعدها بيجمع العينه وسط البول. طيب فيرست مورنينج، فيرست مورنينج في الصباح الباكر لانه البول بيكون كونسنتريتد فبيمثل مجرى البول، اما خلال اليوم بيكون شرب ميه فبصير ديليوتد مخفف فبيمثلش الالتهاب. الوعاء لازم يكون نظيف ومعقم، وحتشوفوا في المستشفيات والعيادات لما يجيبوا لك الاوعيه اللي بتنحط فيها البول بيقول لك هذا الوعاء لجمع فحص البول، هذه ل مزرعة البول، لأنه لمزرعة البول بكون استيرال، أما لفحص البول بكون من استيرال كلين نظيف بس. طب واحد جايبني يعني برضو الناس مرات بجيب لك في كاسة بلاستيك، كاسات البلاستيك العادية بجيبها في علبة دواء وبقول لك أنا منظفها، والله منظفها كويس، منظفها دواء بدك تنظفه، كيف بدك تنظفه؟ مية يعني وكلور؟ لا غلط، هذا في الخاص غلط، في الخاص في في المختبرات الخاصة بقول لك يعني 25 شيكل حق المزرعة 30 شيكل، يقول له روح جيب عينة تانية بقول لك المريض حيروح ومش حيرجع، فبياخذها منه وبعملها مزرعة حتطلع نيجاتيف، تمام. يبقى لازم، نعم ايوه. طيب يبقى جمع العينة لازم يكون في وعاء معقم استيرال، وكمية العينة تكون ممثلة للعدوى. طيب قديش اخليها عندي؟ قلنا ساعة فقط، اذا انت بدك العينة تضلها اكثر من ساعة حطها في الثلاجة، اما اذا قل من ساعة ماشي ممكن احطها وبعدين ابعتها، لانه اذا زادت عن الحد المعين اللي هو ساعة
هذه البكتيريا حتتكاثر وتعطي نتيجة خاطئة لا تمثل العينة. لو عندك منوم واحدة في الجاينة في قسم النساء وصار عندها انفكشن، الدكتور بده مزرعة، هتقولي لها انزلي وديها للمختبر؟ لا مرافق. طيب مش انت هتخليها عندك؟ مظبوط. مش هتستلميها عشان ترفقيه بريكوست؟ طيب سجلت البيانات، انشغلتي، تخليها على البنش ولا تحطيها في الثلاجة؟ الثلاجة، او ترسليها مباشرة للمختبر. طيب سياسة اللي هو سيريبرو سباينال فلويد كالتشر، مزرعة سائل النخاع الشوكي. العملية الاسم العلمي لجلب عينة السائل النخاع الشوكي لامبر بانكتشر، اللي هي ايش؟ ادخال ابرة في القناة الشوكية وبسموها بزل السائل النخاع الشوكي من القناة الشوكية. وهذه الطريقة في الغالب يتم لتشخيص حالة الحمى الشوكية أو التهاب السحايا المننجايتس. تمام، يبقى لامبر بانكشر لايش هذه العملية تطلق؟ على CSF كالتشر سيريبرو سباينال فلويد. في الغالب هذه العينة تطلب لتشخيص حالات الحمى الشوكية والتهاب السحايا. طيب التطبيق هذا اللي بيقوم فيه الطبيب، تمام، عملية إدخال النيدل في القناة الشوكية الطبيب اللي بيقوم فيها، لكن تحضير السايت التمريض يعني تقييم الجلد، تحضير المريض لعملية لامبر بانكشر التمريض اللي بيقوم فيها. طيب كيف بدنا نعملها؟ أو بمعلومة عامة، جلب عينة CSF بيكون ما بين الفقرة L3 و L4، تمام، L3 و L4. طريقة التعقيم بتتم كالتالي: أول شيء بتمسح كحول وبسيركولار فاشن من الداخل للخارج. ليش مش من الخارج للداخل؟ من الداخل للخارج، لأنه إذا عملت من الخارج للداخل صار كونسنتريتد للبكتيريا في نقطة واحدة. تمام، يبقى بالكحول سيركولار فيشن، بعديها أيودين، بتترك الأيودين من 3 إلى 5 دقائق عشان يعمل الأكشن، بعديها بتمسح الكحول بنفس الآلية، بصير الجلد جاهز لعملية لامبر بانكتشر. بيجي الطبيب وبيجمع العينة. طيب قديش كمية العينة؟ 10 نقاط، 10 دروب، تجمع إما في تيوب واحد، وهذا اللي بصير عندنا في المستشفيات، لكن الطريقة الصحيحة أنها تجمع في 3 أنابيب. تمام، وبنبدأ بتيوب رقم واحد. تيوب رقم واحد إيش بنفحص فيها؟ بروتين وسكر، البروتين والسكر. عينة رقم 2 للصباغة والكالتشر، وعينة رقم 3 سيل كاونت، عد كرات الدم البيضاء والحمراء إن وجدت في تشخيص الحالة. يعني أنا العينات بتجينا من الطبيب لللامبر بانكشر للمنينجايتس بتكون 3 عينات، الأولى مباشرة بتروح على قسم الكيمياء، الثانية بتروح على قسم الأحياء الدقيقة، والثالثة بتروح على قسم العد الميكرو الخلايا الدم الهيماتولوجي. طيب رقم 5 ستول كالتشر. وهذه العينة تعتبر إمرجنسي، إيرجنت، لما مباشرة، لو أنت مثلا موجودة في قسم الأطفال وانجمعت العينة، هذه العينة مباشرة ترسل إلى المختبر، بتستناش لا تحطها في ثلاجة ولا تحطها في ترانسبورت ميديا، مباشرة إلى المختبر. وفن المختبر مباشرة لو كان إيش شغال بيسيب كل اللي فيه وبروح بيشغلها، لأنه الوقت عشان تنتقل الحالة إلى منينجو كوكسيميا يعني الوفاة 45 دقيقة ممكن يموت الولد، تمام، أو يدخل في تخلف عقله، واضح؟ فهذه من العينات الخطرة اللي يجب التعامل معها بشكل سريع. يعني عشان شخص الحالة
بسرعه. على طول بيدخل. لا 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 مش مؤلمه. لا اما هو الدكتور اللي بيكون متمرس عليها يعني مش اي واحد. طيب رقم 5 عينة البراز ستول كلتشر على الاقل امينيمم يعني اقل شيء 3 consecutive stool cult specimen is recommended for diagnosis of enteric pathogen. يجب جلب او جمع 3 عينات على الاقل 3 عينات من البراز عشان تكون ممثلة للعدوى. ليش؟ لانه انت القناة الهضمية كبيرة والبراز اللي بده يطلع ما يكونش خلال الفترة اللي فيها الانفكشن، يكون مخرج البراز اخره، وبالتالي مش حيكون ممثل للميكروب المسبب للمرض. فعشان يقول لك اقل شيء 3، وبالتالي انت بتشمل كل المناطق اللي موجوده في القناه الهضميه. بعدها بيتاخذ منها ما مقداره معلقه شاي وتنقل في وسط ناقل الى المختبر. تمام. طبعا مزارع الستول ما بتنعملش بشكل دوري ويومي. تمام. وهي في الغالب بتنعمل للناس اللي مبيتين في المستشفيات واللي عندهم مرض مزمن في الامعاء ومش عارفوا ايش المشكله اللي عنده في الامعاء. لا في فحص عادي وفي مزرعه، المزرعه تختلف عن الفحص العادي. بلاد كلتشر مزرعه الدم هذه الانابيب هي اللي بيوضع فيها الدم. لا مش الانبوبه بتاعت الفحص، في مزارع المغطى يا احمر وبنفسج وازرق هذيك للفحوصات، هذه للمزارع. نعم لسه ضال 5 دقائق. مزرعه الدم مهمه كثير. لا بنفعش نبدا فيها بنفعش. يلا 5 دقائق 5 دقائق 5 دقائق. معلومة حلوة 5 دقائق ضيعوهاش، تروحوش على البيت من غيرها. طيب بقول لك أفضل عينة the ideal specimen أفضل عينة لمزرعة الدم هي عند ارتفاع درجة الحرارة، يعني ما يكون في ايش فيفر. because السبب علمولي على كلمة because بتيجي في الامتحان. ها واجت في الامتحان؟ اجت ولا ما اجت؟ ما اجت. كحول 70 صح؟ طيب because that السبب انه افضل عينة عند ارتفاع درجة حرارة لانه هذا الوقت اللي بيكون فيه اعلى نسبة من تركيز الميكروب في الدم، لانه في عند الحرارة عند ارتفاع الحرارة بيكون اعلى تركيز من الميكروب في الدم. وبما انه ارتفاع درجة الحرارة وبما ان ارتفاع درجة الحرارة لا يمكن توقعه او تخمينه، انت بتعرفش وقت ايش بدها ترتفع درجة الحرارة، وخصوصا انه انتم في المستشفى المريض بكون ما داخل وانت ماشي معاه في خافض حرارة كل 4 ساعات، تعطينه مثلا 4 ساعات اكامول 4 ساعات ثانيين دكلوفين، ففعليا مش حيرتفع درجة الحرارة لكن الميكروب موجود عنده. وبناء على ذلك انت حتجمع 3 عينات من الدم للمزارع. الفترة الزمنية ما بين كل عينة والتانية لا تقل عن ساعة. لا تقل عن يعني هذا اذا ما كانش الحرارة. لا هو انت المريض جايك على المستشفى طفل صغير ايش ماله؟ والله عنده حرارة. طيب بفحص الدكتور، بفحص دانه، فحص دوزه، فحص بطنه، فحص ما فيش اشي. تمام. وبالتالي مش معروف شكوى الإصابة الحرارة، فبتوقع حاجة من التنتين، يا اما حمى شوكية وهذا بكون لها فحوصات تانية طريقة، او بكون عنده بكتيريا في الدم ميكروب في الدم، فبيطلب من التمريض انه مشيه على خافض حرارة واعمل له مزرعة. هيك حيقول لك الدكتور اعملي له مزرعة. تمام. مزرعة ايش؟ دم. دورك انت ايش بتصير؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا خلال ال 24 ساعة بدك تجمعي له ثلاث عينات نفس الوقت. الزمن بين كل عينة وعينة ساعة، أقل إشي ساعة، ممكن يكون ساعتين، ممكن يكون ثلاثة، لكن مش أقل من ساعة. يعني تكون درجة حرارة عالية وتاخذ من دم بعدين تقصي. أنت حتاخذي أول عينة تمام؟ أول ما دخل هو عنده حرارة عالية أخذت منه العينة، حتمشي على خافض حرارة، حتقولي للأهل حطي له كمادات تحت باطو تمام؟ عشان تنزل حرارته. الآن بعت العينة، هذه هي أول عينة، العينة الثانية بعدها بساعة، أقل إشي ساعة. طيب عملنا له أدميشن، يعني حيكون عندك في المستشفى في المخت... في العيادة أو في المستشفى، بدك تجمعي له كمان عينة، أقل إشي بعد ساعة. طب العينة الثالثة أقل إشي بعد ساعة من العينة الثانية، وبالتالي خلال ال 24 ساعة لازم يكون جمعت له ثلاث عينات، الزمن ما بين كل عينة والثانية على الأقل ساعة. طبعا أنت مش هتكوني تجمعي له كل ساعة، ليش؟ انت مش فضياله، في عندك حالات تانية تمام، فممكن تتاخري عليه ساعتين ثلاثة مش مشكلة، لكن مش تجمعي له العينة بغض النظر، ممكن من شفت لشفت ممكن، واضح؟ لكن خلال ال 24 ساعة اقل اشي ثلاث عينات مزارع، والزمن ما بين كل عينة والتانية لا يقل عن ساعة. طيب طريقة العينة لبروسيجر المحاضرة الجاية.